أنا متأكد أن الشعر باق لأنه جزء من النفس الإنسانية. الشعر قائم وموجود وحي في كل نفس وفي كل قلب بشري، لأن الشعر في النهاية هو الجمال، هو اللغة، هو التواصل، هو الحب، هو الحرية. هذا الشعر لا يمكن أن يموت بأي شكل من الأشكال. هناك تطور في الشعر، يمكن أن نرى تطورا في اتجاه معين، ولكن هذا التطور يمكن أن بعد قليل يمكن أن يعود إلى التوازن إذا كانت هناك حركة نقدية قوية. أنا أطالب في واقع الأمر بأجهزة الإعلام بالاهتمام بالشعر، وهذا الاهتمام بالشعر لا يتوقف فقط عند الأجيال الجديدة، ولكن يشمل الأجيال المختلفة منذ العصور القديمة، لأن الشعر يعبر بلغة تاريخية. هذه اللغة التاريخية لا تنفصل إطلاقا عن لغة القرون الماضية. فنحن أمام يعني مفارقة. أولا المؤسسات المعنية باللغة لابد أن تتوجه اهتمامها كذلك بالشعر، مثل مجمع اللغة العربية، مثل أقسام اللغة العربية في الكليات المختلفة، المدارس ومقررات التعليمية في المدارس المختلفة لابد أن تعنى، ولابد من تأسيس تذوق شعري من البداية عند التلاميذ والأبناء في المدارس في المراحل المختلفة، ابتداء من المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية.